نرحب بكم مجددا مع المزيد من القوة أو العزم الناتج من تأثير أكثر من قوة وأمثلة توضيحية. هذا الشكل يبين لنا يدا تحمل أثقالا وزنها 50 نيوتن ومستعينا بالمعطيات المبينة فيه، احسب القوة العمودية التي تؤثر بها عضلة الذراع الحفاظ على اتزان الذراع، وافترض أن وزن الذراع مهمل. الحل أن القوة المؤثرة في الذراع تماثل تلك القوة المؤثرة في القضيب المبين في هذا الشكل، وحيث أن قوة العضلة المؤثرة في الذراع إلى أعلى قوة تؤثر في المفصل الأسفل، يعني لدينا قوة تؤثر فيه في الأعلى لام واحد وأيضا فيه في الأسفل. نطبق شرط الاتزان الثاني، هو مجموع العزم يساوي صفرا حول أي نقطة ولتكن النقطة ميم. لو مثلا هنا شوي غير واضحة، إذا نلاحظ أنه نطبق شروط الاتزان، مجموع العزوم تساوي صفرا حول أي نقطة ولتكن النقطة ميم عند المفصل، فإن قاف اللام واحد تساوي ناقص واو اللام اثنان تساوي صفرا، يعني قاف بين قوسين 3 سنتي ناقص 50 وخمسة وثلاثين سنتي يساوي صفرا، قاف تساوي 583 نيوتن. وبتطبيق شرط الاتزان الأول، القانون الأول نيوتن، سيجما نون را تساوي واحد قاف الصادر را يساوي صفرا، فإن قاف ناقص را ناقص 50 يساوي صفرا، إذن قاف ناقص را ناقص 50 صفرا، و 583 ناقص را ناقص 50 يساوي صفرا، منها را تساوي 533 نيوتن.